ويمكن بحكي كثير عن هالمواضيع لانه عندي عقده. نعم انا عندي عقده. يعني ضليت لعمر 18 سنه انا ومفكر انه الولد بيخلق بالملفوفه. صرت كل ما اشوف مره حامله ملفوفه بايدها تلفي لجوزها قال له مرتك عم تخونك. منشان هيك انا بنصح الاهالي حتى ما اولادهم يفهموا هيدي القصص بنصحهم بتعليم اولادهم الثقافه الجنسيه. حلو. ضروري. هذا اكيد عم بمزح بهيدي. يا الله.